السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: هل يجمل أكباش الفداء صورة الكاظمي قبل الانتخابات؟ مشاهدينا الكرام، قبل الدخول بالتفاصيل أو إلى التفاصيل، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم طبعا أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم يحمل عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام توصيف أكباش الفداء، ونشير هنا بهذا التوصيف إلى عصابة الموت التي أعلن مصطفى الكاظمي قبل أيام إلقاء قواته القبض عليها في محافظة البصرة. وأشار الكاظمي في تغريدة له على تويتر تورط هذه الميليشيا في اغتيال ناشطين وصحفيين بارزين في العراق. ورغم ما ذكر الكاظمي إلا أن أسئلة تتبادر إلى أذهان العراقيين، وهي: ماذا عن ميليشيا ثأر الله في البصرة والمتورطة بقتل متظاهرين في المحافظة باعتراف قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح؟ ورغم اقتحام قوات الكاظمي لمقر ميليشيا ثأر الله إلا أنه سرعان ما أطلق سراحهم. ثم ماذا عن ميليشيا حزب الله والتي ألقت قوات الكاظمي القبض على 11 عنصرا منهم بجانب منصات إطلاق صواريخ كانت موجهة صوب المنطقة الخضراء، ثم سرعان ما أطلق سراحهم برعاية ما يسمى محكمة الحشد؟ وهناك شواهد كثيرة على انتهاكات ارتكبتها ميليشيات بارزة في العراق في زمن حكم الكاظمي ولا يزالون طلقاء، فلماذا عصابة الموت دون غيرها؟ ومن يضمن بقائهم في السجون إن كانت الأمثلة السابقة تثبت ضعف الكاظمي وحكومته في محاسبة الميليشيات؟ وهل هي خطوة لتجميل الصورة، أي صورة الكاظمي أمام الرأي العام قبل الانتخابات؟ هذه الأسئلة وغيرها طبعا بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال الأرقام الموجودة أو من خلال خدمة الواتس أب لإبداء آرائكم حول هذا الموضوع. لماذا في هذا التوقيت خرج موضوع عصابة الموت؟ ومن هي هذه العصابة؟ من هم أفرادها؟ هذه الحكومة، حكومة الكاظمي، لم تعلن عن تفاصيل سوى تغريدة من رئيس الوزراء عن إلقاء القبض على هذه العصابة، وقال بأنهم متهمون بكثير من الجرائم ومنها استهداف طبعا ناشطين وصحفيين. لكن ماذا عن باقي الميليشيات؟ مقتدى الصدر نزل بأسلحة متوسطة وخفيفة استعرض في شوارع محافظات عراقية، لم يلقى القبض على هذه الميليشيات، ومقتدى الصدر وميليشياته متهمون بكثير من الانتهاكات التي ارتكبت ضد العراقيين في محافظة النجف، كربلاء، بغداد، وفي الناصرية وغيرها من محافظات العراق، في البصرة أيضا طبعا. طيب ماذا عن هذه الميليشيا؟ ماذا عن ميليشيا العصائب المتهمة بكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها ضد الناشطين والمتظاهرين، وأدلة كثيرة إن كانت في بغداد أو غيرها؟ ويؤكد الناشطون والمتظاهرون في ثورة تشرين أن عصابة العصائب أو ميليشيا العصائب كانت متورطة بسفك دماء العراقيين، وهناك أدلة كثيرة تثبت هذا الكلام. أين هو من هذه الميليشيا؟ طبعا الميليشيات في العراق لا تعد ولا تحصى بسبب الفساد
وانتشار السلاح والمال الموجود من السلطة الذي يغذي هذه الميليشيات. طيب، موقع المونيتور الأمريكي قال إن ميليشيا سرايا أولياء الدم التي أعلنت تبنيها الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل ومطارها ليست سوى جبهة جديدة لميليشيا العصائب. هذا تصريح من موقع أمريكي رصين، ولن يخرج بهكذا تصريح دون الاستناد إلى حقائق موجودة وملموسة على الأرض. أين الكاظمي من هذه الميليشيا؟ غيرها طبعا كثير من الأمثلة التي سنتطرق إليها إن شاء الله في هذه الحلقة. معنا اتصال السيد ممتاز من رومانيا، تفضل. السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور، وعليكم السلام، حياك الله. بالنسبة للميليشيات هاي طبيعي كلها مش ميليشيات إيرانية، والجيش إيراني، كل هذا التفصيل طبعا كلها من إيران، وإن شاء الله ما بقى عندهم يعني فترة طويلة. نعم. ما بقى إلا القليل، لأن المدة مالتهم انتهت، يعني فعلا انتهت، يعني ما تطول، إن شاء الله هاي السنة كلها تروح، وإن شاء الله موتتهم حش سامع مثل الكلاب. طيب، شنو دلائل هذا الكلام يا سيد ممتاز؟ استندت حضرتك برأيك يعني على شنو؟ العالم كله شبع من عدوهم ومن أكذابهم ومن قتلهم ومن خباستهم، يعني نعم. واحد بعد شو يقول؟ العالم كله وما أعرف، يعني يقولون دولة إسلامية، زين دولة إسلامية اللي هم إسلام فعلا، ليش ما يحاربون يهود ينقذون فلسطين؟ نعم. إذا هم إسلام فلسطين مو دولة إسلامية؟ طيب، وهم أسباع وفعلا شجعان وعطان وهذه، خليحوني قتلوا السعيد. سيد ممتاز، يقول مصطفى الكاظمي. نعم. مصطفى الكاظمي يصف أو وصف مقتدى الصدر في لقاء سابق، لقاء تلفزيوني للكاظمي، قال بأن الصدر هو سيد المقاومة. طيب، وبداية حكمه راح الفالح الفياض في مقر الحشد الشعبي و ارتدى لباسهم وحط ايده على صدره وما ادري شنو من هالكلام، ويلتقي بزعماء الميليشيات. هل مصطفى الكاظمي اذا كان فعلا جاد في حصر السلاح بيد الدوله ومحاربه فرق الموت والاغتيالات والميليشيات، انه يروح يلتقي ويمجد بزعماء الميليشيات؟ حتى شفناها يعني، ما اكو هيك رئيس وزراء يحط يسلم ايده بايده ويا العدو ماله وياخذ هديه شاكيت عسكري ايراني، يعني هو منو اللي قال يعني انه هذا عدوه؟ منو قال انه مصطفى الكاظمي يتخذ الحشد او باقي الميليشيات اعداء؟ منو قال هذا الكلام؟ اعداء للعراق مو اعداء للمصطفى. هو ايد ايد وياهم، مصطفى الكاظمي ايد ايد وياهم ايد ايد يعني وحده. نعم. برايك سيد ممتاز، شنو رايك بالموضوع؟ الحكومه العراقيه. طيب، تفضل. والبيش الماركه وين كانوا ذول ضربوا مطار اربيل قبل 3 ايام؟ منين جت الصواريخ؟ وين نصبوها؟ كل هالشمال هذا ما بيه جيش؟ منين جت؟ نعم. المنطقه الخضراء كم مره ضربوها؟ الجوامع مين؟ يعني ما سيد ممتاز برأيك الشخصي، ليش الآن مصطفى الكاظمي أعلن عن اعتقال أو إلقاء القبض على ما يسمى بعصابة الموت؟ ليش هسه؟ صدقني كلاوات حتى يبرئ نفسه، يقول لك شوف احنا دا نشتغل المخابرات والمدري منو والجيش دا يشتغل. كلاوات وينهم؟ طلعهم بالتلفزيون، طلع أساميهم. كلاوات عمي، كلها كلاوات، كلها كذب. يخاف من انه هذا مثل الجريدي من يشوف المسجونه راشن يروح يقتل جو التراب. وصدقني ماكو يعني 6 اشهر ما الى بعد مكان. طيب، يعني لو العرب لو العراقيين بيدهم يقتلوا. وجاي رئيس ابا وجدا عراقي ابن عراقي. أنا أشكرك يا سيد ممتاز من رومانيا، وصلت فكرتك. ويانا السيد أبو راشد من عمان، تفضل يا أبو راشد. مساء النور، حياك الله. بالنسبه لكاظمي، كاظمي انت شخص معلم، وليس وانت شروط المتظاهرين لم تطبق على ولا شخص واحد. اثنين، دور الرجل الثاني في القياده العراقيه واللي هو وزير الخارجيه، شنو دوره في وزير الخارجيه؟ هو منصب سيادي
لازم يحترم يعني. نعم. اما ما يجري في شمال العراق لما قوات تركيه تخسف او تضرب شمال العراق شنو دورك يا وزير الخارجية؟ بالنسبه لتحمل المسؤوليه كلها ثلاث دول الامم المتحده والجامعه العربيه والرياض نعم خلال العراق والحسين وثلاثه الى قياده العام، شنو اللي حصل؟ انما هو الدعاء ان الديمقراطيه في العراق. نعم. شكرا يا ابو شكرا يا ابو راشد، حياك الله. طبعا المفوضية مفوضية حقوق الإنسان في العراق طالبت الحكومة الحالية بالمصداقية في الكشف عن أسماء عصابات الموت في البصرة والجهات التي تقف خلفها. قال عضو المفوضية أنس أكرم محمد إن على الحكومة تعزيز مصداقيتها بالكشف عن الجهات التي اغتالت الناشطين والصحفيين والمتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة. طبعا هذا الكلام من مفوضية حقوق الإنسان. ما الذي حققه الكاظمي منذ توليه للسلطة لغاية اليوم في ملف الميليشيات والسلاح المنفلت المنتشر في العراق؟ في أحداث شهدتها محافظة البصرة من تظاهرات في ثورة تشرين، أطلقت ميليشيا تسمى ثأر الله النار المباشر على متظاهرين وأسقطت شهداء من المتظاهرين. إش برر قائد شرطة البصرة رشيد فليح القائد السابق؟ قال بأنه هذه أحزاب وتحمي مقراتها، وهؤلاء مجموعة من الفوضويين من الغوغائيين دا يحاولون يقتحمون مقر هذا الحزب، وبالتالي وصف الموضوع دفاع عن النفس. هذا قائد شرطة في حكومة مصطفى الكاظمي، هو موجود في الحكومة إن كان قبل الكاظمي أو أثناء فترة الكاظمي الأولى، يعني الفترة الأولى للحكم. لما ألقى القبض عليهم وتم الإفراج عنهم بعد ذلك بوقت قصير جدا، أثبت هذا الكلام أن السلطة فاقدة للقوة على الميليشيات، وبالتالي لا تستطيع السيطرة على هذه الميليشيات أو على هذا السلاح. ليش في هذا التوقيت خرج الكاظمي يتباهى بإلقاء القبض على عصابة الموت؟ وهل يختصر الموضوع كله موضوع الميليشيات بعصابة الموت فقط؟ وين عن باقي الميليشيات؟ من عندنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. دام حضرك أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يخليك، الحمد لله، تفضل. حياك الله الغنى والكرم. الله يبارك فيك. حيا للشعب العراقي. حيا للثورة تشرين. بالنسبة أستاذ، بالنسبة للكاظمي، هي أمريكا تعرف إنه ما في دولة، ما في حكومة في العراق أصلا، هي عصابات تابعة لإيران، رئيس وزراء إيراني. نعم. رئيس الجمهورية هو تابع لإيران. رئيس النواب هو لا يصير رئيس النواب إلا من قم وطهران، يعني البلد ولا يوجد جيش، نحن لا نعول على الشعب العراقي. لا يعول على الأمم المتحدة ولا على المجتمع، على أن يعول على الشعب العراقي، أبناء العراق الغيار. نعم. يزوروا ليسقطوا هذا النظام. بالنسبة للكاظم، الكاظم فاشل أستاذ من أول يوم، هو تابع ذيل لديول إيران، وهو خان البلد وخان ولن يغير شيء، هو تابع للميليشيات. نحن نشوف الميليشيات ما يسمى بميليشيات قبعات، وهي تزول بغداد وتزول المدن العراقية، ولا يوجد لا أمن ولا وزارة داخلية ولا وزارة الدفاع، البلد تحت حكم ميليشيات طائفية مجرمة. وتحية لك. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. طبعا سؤال يتبادر دائما إلى أذهان العراقيين، مو مصطفى الكاظمي كان رئيس جهاز المخابرات السابق؟ هذا جهاز معني بالمعلومات، معني بالوقوف على الأحداث التي تجري داخل العراق، يستطيع أن يكشف من هي الجهات التي سفكت دماء هذا الشخص أو ذاك أو مجموعة من الأشخاص المدنيين في العراق، إن كانوا ناشطين متظاهرين أو مدنيين عاديين. وين من ملاحقة هؤلاء؟ هو بالطبع كان تحت إيده أكيد معلومات تشير إلى جهات ارتكبت انتهاكات ضد العراقيين، ليش ما يخرج ما كان يملكه من معلومات سابقا ويطبق هذا الموضوع على الأرض ويعتقل الميليشيات ويحصر السلاح بيد الدولة مثل ما يعد العراقيين ويدعو دائما عبر إن كان منصات التواصل الاجتماعي أو في اللقاءات التلفزيونية أو المؤتمرات اللي يقيمها؟ وين من هذا الكلام؟ طيب، هيئة علماء المسلمين في العراق أخرجت بيان يتحدث عن الموضوع، موضوع عصابات الموت في محافظة البصرة، نقرأ لحضراتكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن جرائم الميليشيات الإرهابية التي تستخدم جريمة الاغتيال المنظم منهجا لتصفية الناشطين والوطنيين من أبناء العراق تتكشف بين الحين والآخر. أضافت الهيئة في بيان لها أن إعلان رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي
عن القبض على إحدى فرق الموت المسؤولة عن اغتيال الشيخ يوسف الحسان مسؤول فرع الهيئة في البصرة، يأتي في سياق الصراع السياسي والانتخابي. بيّنت الهيئة أن من المعلوم لكثير من العراقيين ولأهل البصرة بشكل خاص أن فرقة الموت قد تشكلت بعد الاحتلال عام 2003 من أحزاب السلطة لغرض تنفيذ الاغتيالات وتصفية الناشطين والمعارضين للسياسات الطائفية بإشراف مباشر من القنصلية الإيرانية في البصرة. أكدت الهيئة أن إلقاء القبض على هذه المجموعة الإرهابية لم يتحقق إلا بعد تضارب المصالح والصراع بين الأحزاب على النفوذ في العراق عامة وفي البصرة خاصة على مقربة من الانتخابات. اختتمت الهيئة بيانها بأن حكومة الكاظمي ستخضع للضغوط للإفراج عن هؤلاء القتلة كما فعلت مرات سابقة. حنتطرق إلى تفاصيل في هذا البيان بعد قليل، لكن عندنا اتصال. السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. تحياتي لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين البطنة وللمشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله، حياك الله. أستاذ محمد، اللي يجري بالعراق من 2003 ناهيك عن السنوات الماضية اللي مر بها العراق، يعني بأسوأ الحالات اللي مر بها. موضوعنا لهذا اليوم الميليشيات وكيف انه متواصلة مع سلطة اي وزير اي رئيس وزراء امام هذه الميليشيات المسلحة اللي جاي تقتل بالعراقيين واللي جاي تقصف القوات الامريكية امام انظار وزير رئيس وزراء مصطفى الكاظمي او عادل عبد المهدي. يعني ناهيك عن الامور قلت لك السابقه اللي فاتت السنوات الباقيه، مصطفى الكاظمي هو رئيس مخابرات اللي يسمى رئيس مخابرات العراقيه في زمن عادل عبد المهدي. كيف كانت المظاهرات اللي يعني عن موضوعنا الاخير اللي صار بالعراق، يعني امامه وامام عياله، يعني مو شوت يوم ويومين، طولت اشهر المظاهرات في كافه محافظات بغداد. وكانت الفرق هاي الموت وفرق الاغتيالات من حزب الله واللي مجازر اللي صارت بساحه التحرير واللي ساحه الخلاني والقراج اللي طبوا عليه حزب الله اللي قتلوا المظاهرين، كانت يوجد مخابرات واستخبارات في ساحه التحرير وكافه ساحات التظاهر. يعني رئيس مخابرات من يشوف هاي الشباب اللي جاي تقتل واللي كان هو بعد الحكم قبل ما لازم الحكم، طيب إلى معلوماته، إلى معلوماته من هو اللي جاي يقتل ومن اللي دفعه ومن هم قياداتهم وزعماء هاي القيادات اللي موجودة اللي هم قاعد يقتلون بالشعب العراقي. طيب من صار رئيس وزراء الحكومة العراقية يعني ما اتخذ أي إجراء اللي حاسب اللي حاسب هاي القوات اللي جاي تقتل ابناء الشعب العراقي، هو يحضن كل الزين، يعني يعرف هذا، يعني ما ممكن هاي الجيوش الالكترونيه تتحرك من كيفه الا باوامر قياديين وباوامر ميليشيات احزاب هي عليا، يعني منهم من ضمنهم ابو علي او مقتدى الصدر او عادل عامري او عمار حكي، هاي الاسماء اللي هم يعرفهم ما قادر يحاسبهم نهائيا استاذ محمد، يعرفهم. طيب انت احزابك اللي موجوده اذا حبا للعراق وسلامه العراقيين وحفاظا على كرامه العراق وهيبه الدوله، طيب وين وزاره الداخليه؟ وين وزاراتك اللي هي هل هي باسمك او باسم غيرك؟ شنو وزاره الداخليه اسمها موجود في بغداد وما قادر تسوي اي شيء؟ طيب هاي الاحزاب اللي امام عينك اللي صارت اشهر يعني يوم بعد يوم بعد يوم تتكاثر وجاي تضرب، هل انت خجول في امرك ما تقدر تسوي شيء؟ هل بيكون صعب؟ هل راح تتحاسب او راح تهدد كما تهددت مثل قبل فتره اللي خرجوا لك العصاب وبعض الاحزاب قالوا لك اذا ما تطلع ما تخرجهم راح نقص اذنك؟ هذه إهانة لك ولحكومتك، لو إهانة لك. طيب خلي يعني نحطها خلي نحطها بوضع مقارنة أبو عمر. قبل فترة طلع مجند بالقوات الأمنية بالجيش بده يصور نفسه فيديو يشتكي من موضوع قطع الرواتب وتخفيض الرواتب ويقول ليش هيك يا كاظمي دا تسوي بينا، يطلع يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام يطالب القوات الأمنية بمعرفة هذا الجندي من هو وجلبه والتحقيق وياه وإلقاء القبض عليه، في حين مثل ما تفضلت لما تطلع الميليشيات تهدد بقص إذن الكاظمي ما يتكلم وماكو أحد علق من الحكومة على هذا الموضوع، ليش شو تفسر هذا الكلام؟ استاذ بالنسبة هذا الكلام يعني واضح جدا،
لانه اللي عادي الحكومه او اللي يتكلم على الحكومه يتحاسب عليها، لان الحكومه حمايتها رئاسه الوزراء من الميليشيات اللي موجوده باوامر من الميليشيات اللي احزاب السلطه. فصعب يعني جندي من يطلع يتكلم هيك صوره، هاي يعتبر اهانه لحكومه الكاظمي او اي اهانه حكومه اللي موجوده بالعراق. فاحزاب السلطه من يشوفون هاي الامور اللي قاعد جندي من ابناء القوات المسلحه يتكلم بهيك نظره فيستصعبونه حتى ومحاكمته او طرده من الخدمه. يعني هذا الشيء لانه جندي يعني لانه جندي وجوا ايديهم، لكن الميليشيات لا يستطيع ان يحاسبهم. طبعا استاذ محمد ما يقدر يحاسبهم، لانه الميليشيات والاحزاب والزردات هم هذول اصلا عندهم قاعده موجوده قبل كاظمي وقبل هذه يعني كل هاي الامور ورئيس وزراء الحكومات السقطة المالكي وغيره كلهم هذول والعبادي اللي هي وزاره الداخليه وكافه الوزارات اللي عندنا بالعراقيه تحكمها احزاب وميليشيات وقياديين. اما ظهور اي رئيس وزراء للحكومه العراقيه فهو لا شيء طيب. بالنسبه لهذه الميليشيات اللي جاي تحكم فما يقدر يحاسب نهائيا، لان اكو اساس قواعد هاي الوزارات اللي تحكمها اساسا ميليشيات وضباط الدمج ومن يحكمها ولاهم لايران وحكومه ايران. يعني ما معقول انه من يطلع جندي ما يحاسبونه، وما ممكن انه من يعثرون على جندي او يشوفون مخدرات باي حدود، يعني من يكون القبض عليه يعني صعبه راسا او القوات لم يحاسبوه ويخرجون الشخص المتهم اللي كان يلزمون بيدي بحوسته اذا كان مخدرات واذا كان من الامور هاي اللي هي الحكومه العراقيه تنطق بها ويردون الاعتذار للشخص اللي طيب. انا اشكرك يا ابو عمر، شكرا جزيلا لك من بغداد، ويانا السيد صباح من بغداد ايضا، تفضل حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للاخير قضيه البصره وهي العصابات اللي هي منظمه تعتبر، يعني مصطفى الكاظمي من يصرح على شيء لكن ما يعرف ان اللي موجودين بالسلطه بالبصره هربوا من احد القاده المسؤولين على الاغتيالات بالبصره الى ايران. يعني ايش عجب اتجه الى ايران؟ وين المنافذ الحدوديه؟ شلون هربوا؟ شلون عبر المنفذ؟ شلون ختموا؟ شلون طلع؟ فاحنا هسه استنتجنا ان مصطفى الكاظمي جزء من الميليشيات. والدليل من يدعون ان السلاح المنفلت راح يسيطرون عليه بكل المحافظات، وين اكو سلاح منفلت غير بالمحافظات الجنوبيه وبغداد؟ يعني اما بالمحافظات الانبار وموصل منو يقدر من الاهالي يقدر يشيل سلاحه وطلقه؟ قوانه ما حد يقدر يشيل، يطلعوا للجيش والداخليه والاتحاديه يحاسبونه ويطبقون القانون عليه بكل حذافيره. وين اكو بيت من ابناء السنه في المناطق الغربيه يمتلك بندقية؟ ماكو هالشيء بالجنوب، لأن الحشد والميليشيات الولائية مصطفى الكاظمي ذول عندهم يعني عند خط أحمر، ذول ما يقدر يتعدى عليهم ولا يقدر يتجاوز ولا يقدر يطبق القانون عليهم نهائيا. شفت أنت من مال حزب الله وحادثة البعيثة الدورة شون قام يدوسون على صور الكاظمي بالقندرة وغصبا عن شاربة طلعهم واعتذر من عندهم؟ ولا عبالك أكو شيء؟ يعني هاي الميليشيات الولائية سلطتها اعلى من مصطفى الكاظمي واعلى من رئيس الجمهوريه واعلى حتى من القانون القضائي. طيب برايك لعد ليش او شلون القى القبض على ما يسمى بعصابه الموت؟ هاي وراها انا اتوقع محافظ البصره الاسبق اللي اغتيال اخوه وراها، لان ظل ينبشون تعرف هناك عشائريه، منطقه عشائريه الوائلي محمد صبح الوائلي اغتالهم اخوه قبل فتره، وهو محافظ وعنده مسلط وهو والشرطه والاستخبارات وتم القاء قبض عليها، فاضطر مصطفى الكاظمي ان يصرح عليها وسووا له ورا يومين حادثه اربيل وقصف مطار اربيل في سبيل يغطون على الجريمه الموجوده والعصابه الموجوده في البصره. يعني فمصطفى الكاظمي يحكي حكايه بس اما كشف الادله وتصويرهم والاعلام كله لازم يعرف والراي الدولي يعرف بيهم ما راح يوقف، لان شنو؟ ذولي ميليشيات ولائيه سلطتهم اعلى من مصطفى الكاظمي. طيب سيد صباح، اهل البصره هسه اكيد يسالون سؤال، البصره بيها بس عصابه الموت؟ كم ميليشيا موجوده بالبصره؟ طيب وين الكاظمي عن الميليشيات اللي تسيطر والاحزاب اللي تسيطر على الموانئ في المحافظه واللي عوائد هذه الموانئ والجمارك كلها في جيوب الاحزاب والفاسدين؟ وين من هاي الميليشيات اللي تحمي هؤلاء الفاسدين؟
طبعا موجودة ميليشيات سرايا السلام وميليشيا حزب الله وميليشيا اللي تابعة العمار الحكيم وميليشيا بدر وميليشيا اللي تابعة حزب الدعوة، كلهم جاي متقاسمون يتقاسمون الموانئ وتهريب هاي المخدرات اللي نسمع بها المخدرات مالية شوارع العراق كلها بدون استثناء، سواء بالغرب أو بالشمال أو بالجنوب. كل العراق هسه حاليا موجوده هاي الماده المخدره الكريستال اللي تدخل من ايران، لكن ما شفنا مصطفى الكاظمي والقضاء والقانون والبصره ومحافظ البصره امسكهم فد تاجر في سبيله يقدمون القضاء. هذا يدل على ان تجار المخدرات كلهم تابعين الى ميليشيات وسلطتهم اعلى من القانون. ايضا الميليشيات الموجوده بالبصره سلطتها اعلى من سلطه الشرطه والداخليه والدفاع وغيرها والامن الوطني. وين الامن الوطني اللي جاي يصرفون عليه مليارات الدولارات؟ وين التحقيق الضباط اللي عندهم يقول لك مخضرمين وبالجنايات وغيره وتحقيقهم؟ وينهم عن هاي العصابات والاغتيالات بالكواتم بغداد وبالبصره وبابل وغيرها؟ ماكو داعش الارهابي موجود في جنوب العراق؟ ماكو موجود داعش هناك؟ لو موجود داعش هناك كان قلبت الدنيا عليه. فموجودة ميليشيات اللي من طوية تحت راية الحشد الولائي والحشد الشعبي اللي يتابع المصطفى الكاظمي هو المسؤول عنه. شنو يضمن أنه هاي الميليشيا ما تطلع مثل ما طلعت ميليشيا حزب الله العناصر اللي ألقوا القبض عليهم من محكمة الحشد؟ ما نعرف شنو هاي محكمة الحشد النوبة. محكمة الحشد هي اللي تبرئ الميليشيات والحكومة طبعا مطنشة أو موافقة على هذا الموضوع. شنو الضامن انه ما يفرجون عن هاي الميليشيا ايضا؟ بالطبع يفرجون عنهم. ميليشيا الحشد وهيئة الحشد بيها امن الحشد واستخبارات الحشد ومحكمة الحشد وكل شيء، مهيئين دولة كاملة، مؤسسات كاملة مال الدولة ومكاتب اقتصادية اللي هاي اللي ما حد يقدر يجيب طاريها. المكاتب الاقتصادية اللي مسيطرة على المنافذ الحدودية وعلى حتى جزء من منابع النفط الموجودة ويتم تهريبها على الصهاريج الى يعني بر يعني. فهذا الحشد مرتب وضعه بكل محافظات العراق، حتى بالمحافظات الغربية هو عنده هيمنة ومسيطر. فمصطفى الكاظمي أي شخص يتم الإلقاء القبض عليه الحشد هم يطلعوا. شون طلعوا مع حزب الله مع حادثة البعيثة؟ طلعوهم بأمر الحشد، طلع صالح الفياض طلعهم. فمصطفى الكاظمي هو جزء من عندهم والدليل ما يقدر يندق بيهم. هسه تحدى إذا يلقي القبض على جزء من عصابات سرايا السلام، ايش راح يسوي مقتدى الصدر والصدريين وسرايا السلام وجيش المهدي؟ مستحيل والدليل انه هو قال عصائب اهل الباطل. شو راح يسوي قيس الخزعلي بيه؟ فما يقدر يحتك بناس. شلون يلقي القبض على عناصر في سرايا السلام ميليشيا تابعه المقتدى؟ هو يصف مقتدى الصدر بسيد المقاومه. لما يجي واحد يصف ميليشياوي خارج عن القانون بسيد المقاومه، شو تتوقع يلقي القبض على عناصر هذه الميليشيا مثلا؟ مصطفى الكاظمي ما يقدر يغرد خارج السرب، كلهم سرب واحد، سواء عصائب او سرايا سلام او غيرها او نجباء، كلهم يعني تحت خيمه واحده هي خيمه خامنائي. فما يقدر يسوي فتشي. مصطفى الكاظمي اجى لفتره محدده موافقه الميليشيات وموافقه الاحزاب اولا، اما لو هو صدق يقول انا المتظاهرين هم اللي خلوني، كان ما خلى دماءهم تسفك هيك هباء منثوره. كل دماء ابناء الجنوب اللي قتلهم اكثر من 800 شهيد مصطفى الكاظمي ما حرك ساكن لهم. اما من يتم القاء القبض على مجرمين واللي يطلقون الكاتيوشا، مصطفى الكاظمي يقف ما يقدر يحكي وياهم. واكبر دليل على مصطفى الكاظمي انه جزء من الحشد وتابع للحشد، مو الحشد تابع له، هو من زار صالح الفياض وخلوه يلبس رداء مثل ما تفضلت قبل قليل ودق صدره لهم انه ما يندق بيهم. وقيس الخزعلي طلع بالتلفزيون علنا قال انت اجيت لفتره محدوده لا تسوي مشاكل لا تحتك، يوجه رئيس وزراء. واكثر من مره الحشد هان رئيس الوزراء ووقف ساكن ما يقدر يحكي. فهو جزء من عدم وسلطة الحشد أعلى من منصب رئيس الوزراء، يقول لا احنا خليناك. فالمشكلة بالعراق صعبة جدا، المفروض تدخل دولي من مجلس الأمن أو حكام العرب اللي يقولون احنا حكام. المفروض كل حكام العرب يعتبرون العراق جزء من إيران سياسيا اقتصاديا كل شيء. احنا ما عندنا دولة، فيقاطعون هاي الدولة، ما عندنا غير حل المجلس الأمن أو حكام العرب. وصلت فكرتك يا سيد صباح. أنا أشكرك، شكرا جزيلا سيد صباح، وصلت فكرتك. خلونا نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام اللي وردت في الواتس أب، وأيضا
بإمكان حضراتكم طبعا تشاركون من خلال الرقم الخاص بالواتساب لإبداء آرائكم حول هذا الموضوع. عندنا رسالة هي مرتبطة وبعيدة بنفس الوقت عن الموضوع. يقول السيد أبو محمود من الرمادي: السلام عليكم أستاذ محمد، وياك أبو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى حكومة مصطفى الكاظمي. هاي الحكومة ما تقدر تدخل جرف الصخر، نريد معرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. والله أبرياء طلعوا من ضيم أمامهم مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي، يصبرون 6 سنوات ما يشوفون، يقصد أهل المخطوفين أو المغيبين، يصبرون 6 سنوات ما يشوفون أولادهم، يقدرون مصطفى الكاظمي والحلبوسي؟ خلي يحسون بالأهالي، أهالي المعتقلين، والله أبرياء فرحوا الأهالي وأطفالهم بإطلاق سراحهم، يعني يفرح الطفل بشوفة أبوه. طيب، هذه رسالة وتحدي بنفس الوقت إلى هاي الحكومة، إلى مصطفى الكاظمي اللي قضاها تغريد على تويتر. ناس مخطوفة من سيطرة الرزازة، وجرف الصخر محتلة من ميليشيات، وما ماكو مسؤول بالدولة باعتراف مسؤولين يقدر يدخل إلى جرف الصخر اللي أهلها مهجرين صار لهم 7 سنوات وقالوا حررناها طبعا. وين الكاظمي من المغيبين؟ Human Rights Watch تقول بأنه بالعراق يوجد، والصليب الأحمر طبعا، بالعراق يوجد من 250 ألف إلى 1 مليون شخص مغيب ومفقود في العراق، أرقام مخيفة جدا. طيب وين الكاظمي من هذه الأرقام؟ وين من هاي الميليشيات اللي غيبت هؤلاء المدنيين؟ عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، أما هذه اللعبة المشبوهة التي قام بها هذا المعتوه المسمى مصطفى الكاظمي، لعبة مكشوفة ولا تنطلي إلا على المغفلين. رسالة: السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ محمد. يقول: العراق له تاريخ عمره 7000 سنة بالثقافة والجغرافيا والهندسة والطب، وسن القوانين وأعطى حقوق الناس بالقوانين فوق كل هذا التعايش السلمي للعراقيين بين القوميات من جميع أنحاء العالم ومختلف اللغات والديانات. في العراق عمره 7000 سنة وها هم العراقيون في ثبات أمام كل التحديات وتآمر أعداء العراق، واليوم عصابة الكاظمي في الخضراء أداة عمل أمريكية إيرانية، هم وميليشياتهم أي حركة تحصل في العراق بعلم أمريكا وإيران، الصدر والخزعلي والعامري والمالكي ومرجعياتهم، جيوش تابعة للاحتلال، مصيرهم قرب ونهايتهم قربت إن شاء الله. طيب خلونا نروح مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. اليوم نتكلم عن إعلان مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على عصابة الموت في محافظة البصرة، وأسئلة كثيرة تطرح في هذا الموضوع حول أين هو من باقي الميليشيات، إيش معنى عصابة الموت، إيش معنى في هذا التوقيت وهو صار له في الحكم من شهر الخامس 2020 لغاية اليوم، إيش معنى في هذا التوقيت يعلن عن إلقاء القبض على ميليشيا، وين من باقي الميليشيات اللي استعرضت بالسلاح في شوارع العاصمة بغداد ومحافظات عراقية، وين من ميليشيات انتهكت حقوق المدنيين واعتدت على متظاهرين طيلة فترة حكمة في محافظات شهدت تظاهرات ثورة تشرين، وين من مقتدى الصدر اللي دخلت ميليشياته إلى ساحة الحبوبة بالناصرية حرقت الخيام وجرفتها أمام أنظار القوات الأمنية وأطلقت النار على المتظاهرين بسلاح حي وسلاح أبيض وأصابت وقتلت من المتظاهرين والناشطين؟ ليش بس عصابة الموت؟ من هي هاي العصابة؟ من هم أفرادها؟ هو وعد بمحاكمة علنية
هل يثق العراقيون بالقانون والقضاء في العراق؟ هل هذه المؤسسة مهيئة أو صالحة لأن هي تحكم بالعدل وتكون شفافة وذات مصداقية للرأي العام الداخلي وللرأي العام الدولي أيضا؟ عندنا اتصال. السيدة أم صدام من كربلاء، تفضلي. الله يسلمك، قناة الرافدين الموقرة. نعم، حياك الله أم صدام، تفضلي، أهلا وسهلا. الله يسلمك، الله يسلمك. نعم. شوف نقص الحكومة بالشرطة برجال القانون كل المكان نص. نعم صحيح، خاف الله وماشية مجبورة تحارب عن الوطن وتدافع بالحق وتحمي أعراضناس ونص. لا صحيح باطل، يرمي طبعا البنات بيوت فقيرة، يسيل يختطف يبوق يسرق، والله جاء دعاء كاذب وكتل لناس يدور مصلحته. احنا شفنا هنا بمنطقة ناس تكينا على واحد يقول لك ثلاثة أربعة بالدولة فقرة حبابين دون يجوز يساعدونه يسوون لك حل، يطلعون لك عشرة أكثر دولة شياطين يسوون تلاعب بالحكومة، يسددون على الفقير، ياخذونه يحبسونه فوق دعوته. صحيح، وقام كل اللي يجي وزير الوزراء آني زين مباشر أذبح واخذ حق فلان كذي، هاي جبناها من الجعفر ونور المالك لحد الآن. نعم. يعني ما شفنا واحد بصفنا واحد. برايك يا سيدة أم صدام اللي دي يسويه مصطفى الكاظم اليوم تعتبريه دعاية؟ اليوم مثلا أنا عندي جرايد بالأحجاب، هذا تحت مو أنا فقيرة، اسم الجماعة مثل الطبقات العدوى. نعم. بالدولة وما هم يكسر الناس يعني مو بجرايد وصح. هي لولا الأحجاب ما في جرايد وصح. وصلنا لهالدرجة. نعم. الخيانة يعني أمريكا نعم. أنا أشكرك يا سيدة أم صدام من كربلاء، شكرا للمشاركة. تقول السيدة أم صدام أنه من الاحتلال لليوم ما إجانا رئيس وزراء صادق، ما إجانا واحد وفى بوعوده اللي أطلقها للعراقيين. كل رؤساء الوزراء تحدثوا عن حصر السلاح بيد الدولة، وين التطبيق؟ حتى الميليشيات يعني طبعا بالعراق صاروا وصلوا إلى مرحلة من عدم المستحى مثل ما يقولون بالمحلي، انه يطلعون على وسائل الاعلام يقولون احنا فاسدين واحنا لصوص واحنا حراميه. حتى الميليشيات اللي هي وفق الدستور اللي اقرته هاي الحكومه حط الاحتلال ووافقت عليه السلطه وهللوله، وهذا اعظم دستور شهد التاريخ، بفقره تحظر وجود ميليشيات او تشكيل فصائل مسلحه خارج اطار الدوله والقانون، ومع هذا يطلعون ذولا الميليشيات يقولون ندعو إلى حصر السلاح بيد الدولة، وكأنهم يستثنون أنفسهم من هذا الموضوع. رغم كل هذا الكلام مثل ما تقول السيدة أم صدام، هاي آراء كثير من العراقيين أنه ما إجا واحد صادق من هؤلاء، كلها تعطي وعود قبل الانتخابات. عمر الحكيم والفضيحة الأخيرة مالته يريد يشتري ذمم من الناس وأصوات الفقراء ب 5000 دينار عراقي ووجبة ما تكلف 2000 دينار عراقي، وجبة غذائية بسيطة يريد يشتري بها ذمم العالم. دي حشد ناس فقرة بالعراق، الفقر بحسب أرقام الدولة وأرقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل هاي المنظمات والجهات الحكومية والخارجية تتحدث عن أرقام من 40 إلى 50% عراقيين تحت خط الفقر. طبعا الناس اللي ما عندها هيروح يستفاد، هو يضحك على عمار الحكيم وشفناها بمقاطع، هو وغيره طبعا يضحكون عليهم أنه يعتقد عمار الحكيم أو غيره من زعماء الميليشيات والأحزاب أنهم يستطيعون يمشون على نفس النهج اللي ساروا عليه من 2003، شراء ذمم الناس والضحك على عقول البسطاء. الوعي اليوم بالعراق اختلف، صار هم يعرفون هذا الكلام، طبعا صار موضوع اقتناع المجتمع العراقي بهم وبسياساتهم أمر مستحيل، لأنهم 17 سنة نفس الوجوه، اختلفت المناصب لكن نفس الوجوه موجودة بالحكم تدير بنفس الطريقة وتسرق أموال العراقيين. واليوم طبعا عندنا موضوع النفط وصل 65 دولار للبرميل، شنو المصير الفائض أو الفرق اللي حيصير بالموازنة اللي أقرتها الحكومة عن سعر البرميل النفط؟ ما حد يعرف شنو مصير هالأموال وين حتروح. المهم الموضوع أنه تستمر هاي الحكومات بمحاولة الضحك على العراقيين. تؤكد الآراء بأنه اللي سواه مصطفى الكاظمي بموضوع إصابة الموت مرتبط بدعاية انتخابية، مرتبط بموضوع محاولة تجميل صورته أمام الرأي العام الداخلي. مثل ما ذكرت هيئة علماء المسلمين في بيانها، موضوع
إعلان الكاظمي إلقاء القبض على عصابة الموت، الموت يندرج في إطار سياق الصراع السياسي والانتخابي، كلهم عندما يتصارعون تحدث تفجيرات واختيالات وانتشار للسلاح والعنف. وطبعا هاي المحاولات هي عبارة عن ممكن تضحية بأكباش فداء من قبل الميليشيات، وطبعا عصابة الموت هي جزء من ميليشيا حزب الله بحسب حديث عندنا حديث محمد أخو محمد مصبح الوائلي اللي هو محافظ البصرة الأسبق بأنه الخلية تابعة لميليشيا حزب الله اللي هم فرقة الموت. يعني كلهم أجزاء من بعض، بالنهاية كلهم مرتبطين بنفس المشروع. والكاظمي ممكن ضحى بعصابة الموت، أو كان هذا الموضوع عبارة عن أكباش فداء في سبيل تجميل صورته قبل الانتخابات. من عندنا؟ السيد سعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. والله العظيم وبدون مجاملة وبدون تسويف، لكن قسما بالله العظيم يعني رجال العراق قادرين يدورون العالم ما هم قادرين يدورون يعني دولتهم، اللي أصلا هم قادرين قوة الله وإرادته على دحر هذه العصابة. أنا اللي أشوفه والحمد لله والحمد لله شباب هذه الأمة سقطت هذه العصابة سقوط متوي. أقسم بالله أن العصابة هذه الحين باقي الخناق عليها كله بقوة إرادة الشعب هذا وإرادة الشباب والشرفاء من هذا في هذا الوطن. والحمد لله كل الرايات تقول البشائر خير، صح أن المصاب جلل، لكن الحمد لله في معطيات كبيرة تدل على الحمد لله على إن شاء الله انتصار هذا الشعب ضد هذه العصابة. وكل التوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيد سعد من السعودية. طبعا قلنا أنه شقيق محافظ البصرة الأسبق إسماعيل مصبح الوائلي كشف عن إلقاء القبض على هاي الفرقة وهي تابعة لميليشيا حزب الله. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أخي العزيز، تحية لك وإدارة القناة. من كان تحت عباءة مقتدى ويخرج منها يفضح تصرفات مقتدى وأفعاله الإجرامية. ثانيا، تحدث هؤلاء الناس أنه من المستحيل خروج ميليشيات جديدة حديثة ولها سلاح وصواريخ، بل هؤلاء أسماء وهمية للخزعلي وحزب الشيطان. وأيضا يضيف بأنه هو يحاول الاتصال والخط مشغول. طبعا يعني نتمنى تعود الاتصال مرة ثانية على خطوطنا الأخرى، أرقام موجودة. شكرا لك للمشاركة. عندنا من يحاول الاتصال على الواتس أب، و يعني نؤكد أنه هاي الخدمة هي فقط للرسائل المكتوبة وليست للاتصال. طيب، عندنا رسالة من أبو غفران من صلاح الدين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك أستاذ محمد. الله ينتقم من كل ظالم يظلم شعبه، انتقام عاجل غير آجل. مشاهدينا الكرام، يستمر الحديث حول مدى جدية مصطفى الكاظمي بالتعامل مع الميليشيات في العراق ومع السلاح المنفلت، وليست فقط الميليشيات اللي هي موجودة كتوصيف أحزاب تابعة للسلطة، حتى عشائر في جنوب العراق تمتلك سلاح يقترب مما تمتلك الدولة، وبعضهم يمتلك دبابات. بعض العشائر في جنوب العراق تمتلك دبابات، وأثبتت أكثر من مرة النزاعات العشائرية أن السلطة فاقدة للقوة وللسيطرة على كثير من السلاح وكثير من الأفراد اللي يحملون السلاح في محافظات وسط وجنوب العراق. وحتى في المحافظات المنكوبة تنتشر الميليشيات، ولا تستطيع حكومة الكاظمي أو عادل عبد المهدي قبلها أو حيدر العبادي قبلها، وكلهم طبعا يمجدون بالميليشيات، لم يستطع أحد منهم أن يحاسب هذه الميليشيات على ما قامت به. والقضاء العراقي أو القضاء في العراق مشكوك بنزاهته وبمصداقيته وبعدالته، وهذا الكلام تحدثت به تقارير دولية وهيئات دولية ومنظمات دولية، Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية، وحتى الأمم المتحدة بتقارير رسمية خرجت تتحدث عن مدى فساد وفشل القضاء في العراق. فكيف يتم الوثوق بمؤسسة مخترقة مشكوك بنزاهتها بمصداقيتها، مؤسسة غير عادلة يقبع بسببها وبسبب فسادها وفساد بعض القضاة فيها عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الحكومة والميليشيات دون وجه حق بلا ذنب، مجرد أنه أبرياء تم إلقاء القبض عليهم أو اعتقالهم لأسباب
كثيرة، منها دوافع طائفية، أغراض لتغيير ديموغرافي، تغييب على أساس وشايات مخبر سري، كثير من هاي الأسباب اللي أودت بكثير من الأبرياء في سجون الحكومة والميليشيات وتحت أنظار هذا القضاء اللي يسمى القضاء العراقي، ما حد يعترف به بالعراق أصلا، مشكوك بنزاهته وبمصداقيته. فشلون حيكون صادق بالتعامل مع هذه الميليشيات؟ من الضامن أنه اللي حيخرجون على الشاشة هم عناصر ميليشيات فعلا؟ من يضمن أنه من سيخرج على الشاشة إذا حدثت محاكمة علنية مثل ما قال الكاظمي ووعد أنه سيكونون عناصر ميليشيات؟ ممكن يجون بأي واحد بريء تعرض إلى شتى أنواع التعذيب وبالإكراه يطلع ويقول أنا قتلت وأنا فجرت، مثل ما يصير حاليا بسجون ومعتقلات السلطة والميليشيات، اعترافات تنتزع تحت التعذيب وبالإكراه. شنو الضامن أنه اللي حيطلعون على وسائل الإعلام إن كان فعلا هناك محاكمة عادلة سيكونون مذنبين، سيكونون من الميليشيات؟ ماكو شيء مؤكد حتى هذه اللحظة. وتؤكد مصادر حكومية بأنه عملية نقل الميليشيا عصابة الموت من البصرة إلى بغداد تم بهدف تخفيف الضغط على حكومة مصطفى الكاظمي حتى لا يكون هناك طريقة لإخراج هؤلاء، ومع هذا ماكو ضمان لبقاء هؤلاء في المعتقل، وماكو ضمان لمحاسبة جهة ميليشياوية مدعومة من إيران ذات ولاء إيراني وعدها أحزاب بالسلطة وعدها نواب وعدها مسؤولين يدافعون عليها ويقننون أو يشرعون القوانين حتى يحموها ويحافظون عليها وينطوها الحصانة من المحاسبة ومن الملاحقة. طبعا تستمر آراء العراقيين بهذا الخصوص مشاهدينا الكرام حول موضوع مدى جدية حكومة مصطفى الكاظمي بالتعامل مع الميليشيات، وهل هو فعلا قام بهذه الخطوة بدافع تخليص العراقيين من معاناة وبطش الميليشيات، أم هو يقوم بدعاية انتخابية قبل الانتخابات التي من المزمع إجراءها في شهر أكتوبر في هذا العام؟ من الضامن بأن هاي الخطوة ليست سوى موضوع لتجميل صورة مصطفى الكاظمي في هذه الانتخابات؟ مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.